عبر النجم العالمي توم كروز عن استعداده وحماسته لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد ميشن امبوسيبل ديد راكنينج في العاصمة أبوظبي لأول مرة في الشرق الأوسط يوم الاثنين المقبل 26 يونيو، وذلك على هامش العرض الخاص لفيلمه في روما أمس عبر حوار أجرته معه الإعلامية ريا أبي راشد. الفيلم الجديد سيعرض في دور السينما العالمية منتصف يوليو المقبل، وقد صورت العديد من مشاهده في العاصمة الإماراتية. ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لشاب يشبه الفنان كاظم الساهر شكلاً وصوتاً وهو يؤدي أغنية أنا وليلى. الشاب يدعى علي الساهر من إقليم كردستان بالعراق، ونشر الفيديو عبر صفحته ولاقى تداولا واسعا وآلاف الإعجابات. مات بمحرام عينيك تهالتي واستسلمت برياح اليأس ضاعتي. تصدر الفنان وائل كفوري الترند بأغنيته الجديدة حالف بالحب، ليجدد من خلالها التعاون مع الشاعر منير بوعساف والملحن بلال الزين بعد سلسلة من نجاحات كبيرة ومشوار طويل من الأغاني الرومانسية معهما، لتصبح ثاني أكثر أغنية مشاهدة عبر يوتيوب خلال الساعات الماضية. مقطع فيديو متداول للفنانة ليلى علوي من لقائها في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون المصرية تتحدث فيه عن وصفتها السحرية لخسارة الوزن. وسر الرجيم بتاع ليلى علوي ما تتعشيش وكلي خدي زبادي بالليمون. بالليمون، وفي ناس بتقولك الزبادي الليمون ما بيعملش حاجة، بس والله العظيم بيعمل. ده سر الدايت بتاع ليلى علوي اللي أنا عايشة عليه كل حياتي.